What's up, guys? It's your boy Man Like Zoe, aka from the Air Force Gang. Today we're back again. We got Ari Law versus I can't see the name again. But the other clip, shout out to y'all. 4-1. That's sick. This is the last game of this season. If I'm right. And yeah man, let's get it. Let's just watch it. This Ready. Let's go. مرحبا بكم معنا في يوم الحسم لدوري روشن السعودي بعد موسم طويل وحافل بالارقام القياسيه لنادي الهلال يستعد في هذا اليوم لان يتوج بلقب دوري روشن اذا تمكن من الحصول على نقطه واحده فقط يستعد ايضا لحدث تاريخي اخر في مسيره كره القدم السعوديه في دوري روشن حيث يلتقي الهلال بالحسم ان هنالك عدد كبير من المقاعد الخاليه كره عرضيه خطيره لكنها تمر وبعد ذلك من جانب باولو ريكاردو ضيع باحتساب ركلة جزاء هلالية نعم في هذه اللقطة بنوتي ميترو وسينتظر الزعيم Everything what he said, he loves Stop tripping. انه توقيت صلاة الجمهور والرابطة والقوة الزرقاء لا تقوم في هذه الوضعية وهذا امر طبيعي كرة خطا فادح وهدف نيمار عودة الى محمد كانو على حدود منطقة الجزاء تسديدة قوية لكن ابراهيم زايد لتصب في مصاعة الهلال طويلة الكرة سعود عبد الحميد في الجهة اليمنى تحرك من جانب ميتش كرة خطيرة ميترو لقطة ولا أجمل بدالي النجي سيحب بانتصار في مباراة الليلة بمجهود أقل لمسة باتجاه وتمريرة لمالكوم سيرجي يحافظ على الكرة التبينية لكنها لا تكتمل سيرجي سعاد الله يحاول مع هذه الكرة العرضية لمصعة الهلال الراسية لكنها بعيدة من جانب علي البليهي بالنسبة لي الحمدي بدأ الحميد الخيار القادم في تشكيلة أحمد شوط ثاني ينطلق في هذه الروحية مترو جويد في مرمى جدا على مستوى بناء الهجمة لكن ماجد بمجهود فردك شيش يحاول أكثر من لاعب هلالي وبعد ذلك سعود في التغطية كرة خطيرة فرصة لكنها في القائم حلو اللقطة الماضية سلاح الكرات الثابتة في ذي الكرة باف ولا باف صعوبة الوصول إلى مناطق الخصم كرة تزيد مالكوم يحاول في هذه اللقطة ناصر مترو سافيج لكن الدفاع تدخل وبعد ذلك لا شيء في قرار الحكم What a team. لمصعة الحزم أمام الصورة في ملعب الأمير فيصل بن فهد 68 يبدأ الهلاليين الاحتفال Champions. ببطولة الدوري 68 التي لم تنتهي عام واحد وعادت بعد What? That is sick. Hold up. 68 times. Champions.
That's crazy. What a game. What a season as well. I'm happy and I'm grateful that I could react to y'all. I could know y'all as supporters as well. I love that y'all support my videos, my reaction videos. I love that people stir me reactions, send me reaction from yo, like, yo, keep going, man. That's really helping me as well to be motivated and just to keep going. Love that y'all subscribe me and that y'all hit the notification as well, that y'all stay ready for more videos. I love everything. Don't forget to follow me on Instagram. I would love that as well. For the rest, hopefully next season I will be reacting in the stadium, God willing. But yeah, that would be dope. Don't forget to subscribe, like, share, stay supporting. Don't forget to hit the like button so we can cross around every channel and we can be the one of the biggest channels together, man. Man like Zoe, let's get it.